النوع التاني من انواع الستيريلايزيشن حقيقه بيتعمل عن طريق الكيميكال ميثودز. الكيميكال ميثودز بيسكلي بنتكلم على ان احنا ممكن نستعمل في على الليفنج تيشوز اللي هي كنا بنتكلم على الانتي سيبتكس او انانيميت اوبجكتس اللي هي بنتكلم عليها ديسانفكتنتس. فبيسكلي الميكانيزم بتاع الكيميكال ميثودز دي الحقيقه بينفولف ديسربشن اوف ممبرينز او بروتين دينيتشريشن اور انهبيشن اوف سيلولار فانكشنز. يعني ممكن يبقى حسب نوع الماده الكيميائيه ممكن تعمل اي واحده من الثلاث حاجات دول. فطبعا اي واحده من دول بتعطل الفانكشنز بتاعت الميكروب وبالتالي ممكن هي تقضي عليه او ان هي تمنعه ان هو يتكاثر. فطبعا مهم جدا ان احنا نركز جدا على الموضوع بتاع الكونسنتريشن بتاع الديس انفكتنت، لان الحقيقه ما هواش يعني بعض الاحيان ممكن يبقى الطبيعه بتاعت الاكشن اللي بيحصل بتبقى محتاجه ان يكون في ووتر. يعني مثلا على سبيل المثال لو خدنا مثلا مثال ايثانول، ايثانول لو هو 100% الجي دي معناها بيحصل جروث عند اكسبوجر تايم 10 و20 و30 و40 وهكذا. لو حطينا شويه ميه لو خلينا بس الكونسنتريشن بتاع 95% يبتدي يبقى فيه نو جروث. يعني معنى كده لما بتكلم على كونسنتريشن 100% ايثانول ده المفروض واحده من الكحوليات اللي هي المفروض ان هي مطهره. فلما بحطها بيور بيبقى اكشوالي ما بتبقاش فيري افكتيف. لما بحطها 95% 90% 80% 70% لغايه 60% بيبقى افكتيف، بيبقى بيحصل نو جروث للايه للميكروبس في الـ في الـ في الـ او بيحصل يعني عموما يعني الاكشن بتاعها بيبقى فعلا شغال في الكونسنتريشنز دي. فبنتكلم ان احنا مهم جدا ان احنا لما بناخد ديس انفكتنت معين او نوع معين من انواع الكيميكلز نعرف الخصائص بتاعته علشان نقدر نستعمله بشكل سليم. الحقيقه برضو الانواع الكيميكال ماتر دي بتبقى ممكن تبقى افكتد بالبريزنس بتاع الاورجانيك ماتر، وبتبقى برضو بتتاثر بالديجري اوف كونتاكت مع المايكرو اورجانيزمز والتمبرتشر. يعني اي واحده من الثلاث حاجات دول تتغير، يعني بيسك لو في ماده مثلا عضويه معينه موجوده مثلا او في مثلا تمبرتشر اعلى شويه اقل شويه بتلاقي الاكشن بتاع الكيميكال ماتر دي ممكن يتغير. فلازم ناخدها برضو في اعتبارنا، لازم نعرف الخصائص بتاعت الماده اللي بنستعملها علشان نطهر بيها ونتعامل معاها بالشكل السليم. عموما ممكن نلخص الانواع اللي احنا ممكن نستعملها في التطهير للانواع اللي هي يعني ممكن نسميهم فاميليز. يعني في الالكوهولز في انواع كثيره منها، منها مثلا الايثانول مثلا يعني في انواع كثيره منها، في الايودين، في الفورمالدهايد، في حاجه اسمها الكوارترنري امونيوم كومباوندز، في البيراسيدز والبيروكسايدز، في الفينولز. كل واحده من دول بيبقى لها طبيعه معينه، لها ادفانتجز معينه، لها ديس ادفانتجز معينه، ولها فيلد اوف يوز. الالكوهولز هي الموست كومنلي يوز في الهاند ديس انفكشن، لما بنستعملها مثلا زي مثلا ديتول زي الحاجات اللي زي كده بنستعملها بيسكلي بيبقى في عندنا يعني في حاجات الجل مثلا بيستعمل في الهاند ديس انفكشن دي بتبقى غالبيتها بتبقى مبنيه على الالكوهولز. الميزه بتاعتها ان هي فاست اكتنج، ما بتسيبش اي رواسب، ما بتسيبش اي حاجه بواقي بعد الاستعمال، والتوكسيسيتي بتاعتها قليله يعني ما بتسببش اي يعني سميه. والحقيقه ممكن تبقى الرائحه بتاعتها برضو بتبقى الى حد ما بتبقى مقبوله وتبقى لطيفه. يعني العيب بتاعها ان هي في بعض انواع السبورز، بعض انواع اللي هي الميكروبات الكامنه ما بتقدرش تقضي عليها. وطبعا المشكله الخطيره ان هي كومباستبل واكسبلوسيف، يعني بمعنى ان هي ممكن ان هي لو جت جنب النار ولا حاجه تبقى مشكله الحقيقه، يعني ممكن ان هي تنفجر او ممكن ان هي تولع. برضو من الحاجات اللي هي عارفينها كلنا تبقى اكسبنسيف، يعني اكيد لما بنشتري مثلا مطهر بيبقى يعني مصنوع من الكحول بيبقى يعني اغلى بكتير من لما نجيب مثلا حاجه مصنوعه من ماده تانية. فالحقيقه دي بتستعمل في الهاند ديس انفكشن، بتستعمل سكين ديس انفكشن زي مثلا في الجروح او في الحاجات اللي زي كده، وبنستعملها على سمول سيرفيسز يعني في يعني احوال ضيقه جدا جدا. ممكن نقارنها مثلا بالايودين. الايودين ده عاده اللي بيستعمله في الجروح، اوكي، فده بيستعمل اساسا في السكين ديس انفكشن، ويعني ممكن يستعمل في يعني حاجات اللي هي على السكين عموما. يعني هي الحقيقه يعني الميزه بتاعته ان هو فاست اكتنج، برضه بيشتغل بسرعه، بيقضي على الجراثيم بسرعه، وما بيعملش اريتيشن للميوكس ميمبرينز. المشكله اللي فيه الديس ادفانتج ان هو ممكن يعمل حساسيه، والحقيقه هو له لون، يعني الايودين طبعا كلنا عارفين بيبقى لونه احمر غامق كده، بيبقى مشكله طبعا لما بيتحط على الايد بيبقى ظاهر يعني، فما ينفعش مثلا ان انا استعمله عشان اغسل بيه ايديا مثلا بيبقى مشكله، يعني استعمل في الجروح معلش، انما ما يستعملش في الهاند ديس انفكشن العادي يعني.
والحقيقه في ناس حاطه كويشن مارك كده على الايودين نتيجه ان هو بيستعمل في الثايرويد. الثايرويد دايما بتبقى سنسيتيف للايودين ليفلز، فدي برضو ما حدش عارف اذا كان له سايد افكتس على الثايرويد ولا لا. في انواع تانية مثلا تستعمل في مثلا تنظيف مثلا السيرفيسز والغرف، لما بنيجي مثلا نمسح الغرفه مثلا في المستشفى يعني بنستعمل مثلا فورمالديهايد، يعني تبقى حاجه مبنيه على الفورمالديهايد. الفورمالديهايد الحقيقه بيبقى ميزته ان هو لو برود سبيكتروم اوف اكتيفيتي، يعني بيشتغل على انواع كتيره جدا من الجراثيم، وبايو ديجريدبل معناه ان هو ما فيهوش مشكله ان احنا نعمله فلاشنج مثلا مع الـ مع الـ الـ الحاجات اللي هي الـ الـ الحاجات العاديه زي الميه العاديه. وبعدين يعني العيب بتاعه بقى ان هو اريتنت، يعني بمعنى ان هو ممكن ان هو ياثر على الناس، والرجينيك يعني ممكن ان الناس عندهم حساسيه ممكن ان هو يبقى برضو مشكله بالنسبه لهم. والحقيقه يعني المشكله الكبيره ان هو مودريتلي توكسيك، يعني المفروض ان هو يعني اي رواسب منه على الاسطح مثلا لازم تتشال عشان ما تعملش توكسيسيتي، ما حدش يتسمم منها. وفي برضه بعض الكويشن ماركس اذا كان كارسيرجينيك ولا لا، يعني هل بيسبب السرطان ولا لا. طبعا الحاجات دي يعني فورمالديهايد ده ما بيستعملش على الانسان، يعني بيستعمل عاده على السيرفيسز انسترومنتس وديس انفكشن اوف رومز، يعني المفروض ان الاثر بتاعه يعني بننظف بيه وبعد كده بنعمل ديس انفكشن يعني بيه بمعنى صح، وبعد كده بيتشال ما بيبقاش موجود. فبالتالي بنتكلم على ان هو ما هواش يعني المفروض ان هو الانسان يتعرض ليه. فبالتالي الحاجات اللي هي الديس ادفانتجز ممكن ما تكونش مهمه قوي، بس لازم ناخد بالنا كويس قوي ان ما بقاش فيه اي تريسز منه علشان ما تاذيش الانسان. في انواع اخرى بس الحقيقه الفوائد بتاعتها ما هواش زي الاول ثلاثه. اول ثلاثه هم اللي استعملهم الحقيقه ممكن يكون فيري وايد، وفي كل الاحوال هنلاقي ان يعني في عيوب موجوده عموما، ان ممكن بعض الانواع الثانيه دي ممكن تبقى فيها جابس اوف افكتيفنس، يعني معنى كده ممكن تبقى في بعض جراثيم تشتغل عليها وبعض الاخر ما بيشتغلش عليها، فيبقى في جابس. وممكن يبقى فيها ان اكتيفيشن باي سوب اند بروتين، يعني لو ضاف عليها صابون مثلا او مثلا وات ايفر يعني حاجه زي الصابون، ممكن هي يبقى بيسكلي اكنها مش موجوده، ما بتبقاش لها اي تاثير خالص. في بعض الحاجات ممكن تبقى يعني بيسكلي ما هياش بايو ديجريدبل، يعني في مشاكل في البايو ديجريدابيلتي. بايو ديجريدابيلتي حاجه مهمه جدا علشان ما نلوثش البيئه، يعني لو احنا عندنا حاجه بايو ديجريدبل يبقى معنى كده هي بتروح في الطبيعه، يعني لما بتنزل مثلا مع مياه الصرف مثلا بتبقى في الاخر بتتحول لمواد بتبقى مقبوله في الطبيعه، بتبقى حاجات مواد طبيعيه. انما لما تكون ما هياش بايو ديجريدبل معناها ان هي بتطلع او بتفضل منها مواد بتبقى يعني بيسكلي مواد ما هياش طبيعيه وما هياش بتتحلل بسهوله، وبالتالي بتلوث البيئه. فدي حقيقه بنحاول نبعد عن الحاجات اللي زي كده.